اعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي. عايز تفرجهم علي يا واطي يا واطي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي. علي اليمين ما انت قاعد ايه؟ شوفوا له شطة إلى ابن هدوم، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم والحصان إلى ابنها وأحرقها. فهمني بس، فهمني يا أخويا، فهمني يا واطي يا سامر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فاهم بيترقصني من الحارة زي هتروح فين السعادة؟ انا عارف اما اروح فين، انا عارف. طب احنا كده ليه يا عم معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا موكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عمالة تتلمس عليا ليه وانا بديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبة اللي انا فيها. ابني ابني وصبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله. معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك اصله حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي، ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها يما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها يما؟ طب اهدى يا حبيبي، اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى يما، مش ههدى. كل حاجه بيقول عليها لا يما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا يما، لا لا يما. اقول لك لا يا واطي يا سامر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا يا سامي. انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام، انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي هنلم دور معانا المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوث بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. عاده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي. تعالى وشو، خش شوف الاوراق. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوا افطارك. بقول لك يا شوقي، كلام جديد اهو. قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. تقول يا جدع. معلش معلش يا سامي، انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ مش حاجات كتيره. كبر دماغك، قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى يا شباب، دي اوضه يا سيدي محدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي، من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها؟ ما بستعملهاش. طب يا سامي، انا عايز اشتغل. اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو؟ اعمل ايه؟ هتمسك البوفيه دي شويه شويه، هنظبط لك فرقه صح تنزل معاها بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه. قول ان شاء الله. فك كده بقى، فك. يلا. خلص السبوبه دي.
مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر، انا هقفل. طيب يا استاذ ربنا يهدي لك حالك. سامحني يا رب، سامحني وسامح ابني واهديه وارجع اقعد اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخره، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان، اهديه وارجع اللي هو فيه يا رب بسر فتحه كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.